الذي تفاعل بشرور استثنائية، وهو يطالب الجمهور بدعم المجموعة منذ أول دقيقة إلى آخر دقيقة من هذه المباراة أمام الأهلي المصري. باقي لاعبين لا تهمهم، لا يهمهم لا ضغط لا أي شيء آخر. نعرف جيدا كل ما أحاط بهذه المباراة، ضغط كبير ممارس من طرف الإعلام المصري، من طرف الجماهير المصرية التي أكدت على أن الأهلي هو على أن إفريقيا تحت السيطرة، على أن النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي، على أنه أعظم نادي في الكون. لكن الوداد وداد الأمة، وداد التجربة، وداد قادر على أن يتحمل أي ضغط نفسي مهما كان نوعه لبلوغ قمة المجد الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه. بعد لقب كان وراء جيل مصندا، فاسيلي، حسن بنبيشة، فخر الدين رشحي، لقب آخر من قيمة لاعبين، من قيمة يوسف رابح، هدف وليد الكارتي في هاته المرمى بالذات. وأظن عماد أنه سيتكرر نفس المشهد، لما لا في هذه الليلة رأسية أخرى تقلب كرة القدم الإفريقية رأسا على عقب، ولما لا التتويج بلقب للمرة الثالثة في تاريخ الوداد، لصعود البوديوم، لصعود المجد الإفريقي، لكي نرفع رؤوسنا، لكي نرفع هامتنا عاليا وسط كل الدول الإفريقية على أننا الأفضل بوصول كل من الأهلي والنهضة البركانية للمحطة النهائية لكأس السوبر، الذي أتمنى مرة أخرى أن يكون مغربيا خالصا. وأكيدا زميلنا وصديقنا فتحي المدرب المصري المحترم الذي يتواجد معك في البلاطو قد تعود على مباريات مثل هذه، ويعلم جيدا أن المباريات النهائية تلعب على بعض الجزئيات التي تبدو للبعض على أنها عادية، لكن هي التي تصنع الفارق. عماد، شكرا سفيان رشيدي، كنت معنا مباشرة من مركب محمد الخامس، تعرفنا معك على تشكيلة الفريقين وكذلك الأجواء التي تسبق المباراة تقريبا ساعة قبل انطلاقها، وكذلك عن الحظوظ الفريقين معا. بعبيد، ونحن نتكلم عن تشكيلة الفريقين، الوداد وليد الركراكي يدخل بتشكيله المثالي الذي لعب به أكثر من مباراة، يعني مستجد هو عودة زهير المترجي من الإصابة، دخوله اليوم في مباراة النهائية، يعني اعتماد على أحمد رضا التقناوتي، يحيى عطية الله، العملود، داري وفرحان، في وسط الميدان يحيى جبران، جلال الدودي، أيمن الحسولي، المترجي والجعدي ومبنزا كرأس حربة، يعني تشكيل مثالي تعودنا عليه مع وليد الركراكي. صحيح، غير جوج ديال النقاط اللي ممكن تحدث عليها. رجوع المترجي في هذا الوقت مناسب جدا، لأن السرعة ديالو ممكن تنفع وليد الركراكي في واحد المرحلة من المراحل القوة ديال الوداد، لأن عارفين أن من المورا الحسوني دائما اللي تلعب بلمسة ولمستين اللي تلعب للأمام ربما يكون فارق، ولكن الجعدي اللي تلعب عارفين على أنه وسط ميدان ربما الديكالاج ديالو الجهة اليمنى كجناح، هذا تيوحي بأن غيعطي أدوار دفاعية وغتقلب الخطة الأربعة أربعة جوج، يبقى مثلا بينزا من مورا مترجي في المرتدات. تنظن على أن الخط الخلفي ما تبدلش، وسط الميدان ما تبدلش، دونك التشكيلة معتادة، تشكيلة جيدة في المستوى. يعني استكمال الحديث عن يعني كل كواليس